هنا وجدت لكم نصائح بزاف تفيدكم وبزاف مهمه، ابقوا معنا. دركا انا بزاف نهضر على الصيف باسكو انا على فصل الصيف بيان سور ساره. الوغ جبت لكم نصيحه كيفاش نحمو شعرنا من الماء تاع البحر ولا من الماء تاع لابيسين اللي فيه الكلور. بزاف نعانيو منه هذا المشكل، شعرك كامل يتفتت تلقاه يتحرق ينشف. الوغ لي دوك تي داير عليه ماش شعرك فريمون يتخوخد. وهاد النصيحه سوا وحده تاع بوركيني صافيك تغطي شعرها ولا نورمال صافيك، يعني الفتيات المتحجبات وغير المتحجبات. نعم ساره، يعني عندنا واحد الخطوات لازم نتبعوهم. اول حاجه قبل ما تدخلي لابيسين ولا البحر اغسلي شعرك وشمخيه يعني بماء معدني، ما تعشري بماء سعيده. علاش؟ باسكو الشعر كيما لابو تاعنا اي حاجه ديريها عليه تشربها صافي. كي تغسلي بالماء ديجا ساره مام هانا يقدروا ماشي ماء سعيده، كاين اللي الله غالب ما يقدروش ما تشرب. لا لا مام نعرفوا الماء نورمال يغلوه ويخلوه يبرد ويولي كيما سعيده. نعطي لهم تدبير عادي صح باش ما تخسروش داهم. المهم يكون ما معمر بالاملاح المعدنيه وين الشعر كامل يشربوا. الوغ كي تدخلي البحر مش حيشرب لك الماء تاع البحر، بصح قبل ما تدخلي البحر ديري شويه زيت ولا كخام على شعر. على بس كان عارفوا الزيت ما يتجانش صافيك يجوز عليها هكذايا. اه الحاجه تخوازيام يعني جبتينا طريقه هايله ساره. كي نخرجوا من البحر شتي شعرهم الشعر يولي ما شباب حتى لا كولور دي فوا كي ينشف صغير يا كي ينشف. تقولي نقعد به ما نغسلوش وكامل كاع كنا نديرو في النصار. على ديك هاد الحاجه ماشي مليحه باسكو الماء تاع البحر ياكل لك الشعره وياكل لك لاغاسين على يحرقها لك وينشفها لك. غير تخرجي من البحر روحي ادوشي وكي تدوشي ديري كريم ايدغاتون كاش كريم ولا زيت ولا حاجه اللي عندك وهذا مكان وان شاء الله تكون عجبتكم ياك ساره. نو لا عطيتيني نصيحه، انا وحده كنت نعاني منها هاد الحاجات تصبي شعرك سختو لازم تاني نعطيهم نصيحه. انا تاني كي يكون شعركم مشمخسي ولو ماكسيموم ايفيتيو ما تمشطوش باسكو المسامات تاع شعركم تكون محلوله. اكزاكتومون الشعر ما تصيبي شعرك يطيح تقولي علاش شعري يطيح. وثاني حاجه واحده اخرى مادام هضرنا جامي ما تغسلوا شعركم بالماء سخون وي بريفيرونس ما بارد ماشي ملاح باش المسامات يعني باسكو المسامات كي تكون يكونوا محلولين. ان شاء الله تكونوا